بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرضا حياة. أولا في بداية الحلقة أحب أهنئ الأمة الإسلامية والعربية بقدوم ذكرى ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عام وأنتم بخير. وافى ربيع لنا بالخير والبشرى، فيه لقد أشرقت شمس الهدى الكبرى، فيه لقد ولد المختار واتضحت آي الهدى والتهاني فيه قد تطرى. قبل الولادة أملاك السماء نزلت، والنور يشرق دوما ليلة الذكرى. في بيت آمنة العصماء يخدمها، حور الجنان تواليها ولا فخرا، بل مريم ابنة عمران وآسية قد يخدمان، وكان الفضل للعذراء. لا تعجبوا، فهو خير الرسل قاطبة، وهو الشفيع وفضل الله والبشرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العطرة. أدام الله أفراحكم ودمتم بخير وسعادة دائما. حلقة اليوم إن شاء الله عندنا يعني موضوع مهم جدا هنتناوله ونتحدث فيه، وإن شاء الله في اتصالات ممكن تشاركوا في البرنامج من خلال الأرقام اللي تظهر على الشاشة، أو من خلال التواصل عبر صفحة البرنامج الرضا حياة، أو من خلال الفيسبوك، أو من خلال التواصل عبر الواتساب. النهاردة موضوعنا في غاية الأهمية، لكن السؤال اللي احنا بنسأله دايما للناس، احنا كلنا عايزين الصحة وعاوزين السعادة وعاوزين الثراء وعاوزين الوفرة في كل ما نحتاج إليه، سواء إذا كان مال أو صحة أو منصب أو جاه. عاوزين نريد علاقات طيبة مع الآخرين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع المجتمع، مع الجيران. نريد وظيفة مرموقة، نريد أشياء كثيرة، وفوق كل هذه الأمور نريد المال. السؤال اللي احنا بنسأله، ما هو العائق لهذا الأمر أن يحدث في حياتنا؟ إيه هو المعيق لنا؟ المعيق هو أن كل واحد فينا لا يريد أن يتغير. يعني حتى احنا بنتحدث عن أفكار الرضا ونقول أن الرضا حياة. لماذا الرضا حياة؟ لأنك إذا رضيت حييت، وإذا لم ترضى فإنك تصاب بالمشاكل والأمراض وغيره. لكن بعض الناس مش مصدق الكلام، أو أن هي مفكرة يعني ده كلام يعني غير منطقي شوية. ولذلك أغلب الناس لا يريد أن يتغير ولا يحب أن يتغير. ما هو العائق؟ أسباب أن هو أغلبنا لا يتغير أنه لا يعرف ماذا يريد. لو إذا النهاردة سألنا واحد شاب مثلا، أنت عايز إيه؟ ليس عنده قائمة باللي هو عايزه أو الأهداف اللي هو عايز يحققها في حياته. فأول ما فكر في الفلوس، وبعد ما يجيله الفلوس يروح يتصرف بيها كأنه إنسان مستهلك، يجيب اللي هي الحاجات اللي هو كان بيشتهيها قبل كده. طيب وأنت أيضا لا تريد أن تتغير، لأنك أنت عندك مكسب ثانوي بتستفيد من الحالة اللي أنت واقف عليها. لذلك التغيير مهم جدا، تحدثه في حياتك، تحدث تغيير في أفكارك، تحدث تغيير في قناعاتك، تحدث تغيير في طريقة تعاملك مع الناس ومع الآخرين ومع الزوجة والأولاد بصفة خاصة. نجاح الشخص في العلاقة الزوجية هو نجاحه في الحياة العامة، لأنك أنت لن تنجح إذا لم تنجح في داخل أسرتك، تكون علاقتك تمام مع زوجتك ومع أولادك. احنا النهاردة الحلقة بتاعتنا اللي هو الحمد او الامتنان والحمد في العلاقة الزوجية، كيف يؤثر هذا على العلاقة الزوجية وتكون علاقة ناجحة. اغلب الازواج او الزوجات لا ينتبهوا لهذا الامر جيدا. يعني كلمة بسيطة، اذا خدمت الزوجة مثلا مشروب لزوجها، كلمة بسيطة، شكرا ربنا يخليكي ما تحرمش منك. والزوجة نفس الأمر برضو، أن هي تتحدث لي برضو بلغة الامتنان، هي ممتنة لوجوده في حياتها، ممتنة أنه واقف معاها، ممتنة أنه هو يعني قائم على أمورها. كل هذه الأمور يعني أمور بسيطة لكن في غاية الأهمية، بتجلب السعادة والخير للبيت. الامتنان، العقل الممتن مطبوع على الأفضل. لو أنت عندك حالة امتنان لحياتك اللي أنت بتعيشها، هتجد أن الخيرات تتوالى عليك، الخيرات تتوالى عليك. ازاي؟ ما تعرفش. القلب الشاكر قريبا من ثروات الدنيا ونعمها. دي حاجات على فكره
أكيد 100%. والإنسان الذي يلهث أو الذي يعني لسانه شاكر لله سبحانه وتعالى سوف يتفضل الله عليه بالمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. النهاردة في حاجة قصة من عالم الواقع يعني جات لي، وزوج وزوجته استمرت العلاقة الزوجية، أو يعني هي بتحكي لي بتقول لي إن هو أول ما جاء مثلا يخطبها كان كويس جدا ولطيف معاها، وليلة الزواج أو ليلة إن هم رايحين يعملوا الشبكة حصل لها جات لها رسالة يعني من العالم اللاواعي إن هي متضايقة وإن هي من هذه الخطوبة، فكانت فعلا عايزة تتراجع عن هذا الزواج، كانت فعلا بالفعل إنها كانت تتراجع، لكن والدتها ضغطت عليها لأن طبعا المعازيم موجودين بره والناس دعوا وخلاص وبقت في أمر واقع، لكن يعني كان رأينا الشخصي إن هي كانت تتراجع عن هذه الزيجة وكانت تريح نفسها ما دام جات لها إشارة من عالم الروح. الإشارات على فكرة اللي بتجيلها من عالم الروح إشارات قوية جدا لازم ننتبه ليها. عدم انتباهنا ليها هو بسبب تعلقنا بعالم المادة، يعني مثلا أنت رايح مشوار، المشوار ده جات لك رسالة يقول لك إيه بلاش تروح دلوقتي أجله بكرة، تقوم أنت تروح برضه ما تروحش تلاقي الراجل اللي أنت رايح تقابله أو المصلحة اللي أنت رايح تقضيها. فدايما احنا ننتبه لعالم او الاشارات اللي بتاتينا من عالم الروح. المهم هي تزوجته وبعد كده ظهر الشكل الاخر لحاله الزواج بتاعته او الشخصيه بتاعته. اول حاجه شخصيه نكديه ناقد طوال الوقت، بتقول يعني ان هي طول ما هو موجود في البيت بيكشر ينقد، ما بيساعدهاش في اي حاجه، ما بيشكرهاش على اي حاجه، ودايما بيخطئها. طبعا هي يعني اذا هو كان في ايام اجازه ومتواجد داخل البيت بيبقى يوم سيء جدا بالنسبه لها، بيعمل لها ضغط عصبي وبيعمل لها توتر في حياتها. ليه طول الوقت ينقد الكوبايه اتحطت هنا ليه، الولد ده بيتكلم ليه، ده مش عارف اعمل ايه، ده خلى ايه، وطول الوقت في حاله جدل ونقد وتوبيخ لزوجته. طبعا بنقول ان في مجموعه اشياء بتسعى العلاقه الزوجيه، النقد والتوبيخ وعندنا تصيد الاخطاء وعندنا المعامله بالند، يعني انت عملت كذا لا انا عملت كذا، وقاعدين يعني لبعض كده بالايه بالمرصاد. طبعا الامور دي بتهدم العلاقه الزوجيه، لو كان في حاله نقد تنقد زوجتك بصيغه مستمره بتوبخها. انت بتبعد هنا عن حاله الامتنان، يعني الامتنان والشكر انك تشكرها وتدعي لها وتحمد ربنا انها موجوده معاك وان ربنا جعلها زوجه ليك وبتساعدك في حياتك وتقوم على مهام البيت وتربيه الاولاد. النتيجه في هذه العلاقه الزوجيه ان هي خلاص يعني بعد 18 سنه او 17 سنه من الزواج ان هي شعرت ان هي خلاص هتصاب بالامراض نتيجه الارتباط بهذا الشخص. ففعلا كانت نصيحتي لهم ان هم يعني ان هي توجه له رساله انك انت لازم تغير من شخصيتك، غير انت بره بتبتسم وبتضحك وبتفرح وبتساعد الناس وداخل البيت لا بتتكشر ولا بتضحك ولا بتساعدنا ولا بتعمل اي حاجه خالص، انت تعتبر عبء على حياتنا، لازم تغير من حياتك، الاولاد خلاص مش طايقين يعيشوا معاك في او يعيشوا في هذا الجو المكهرب. هو لم يسمع لهذه الامور او هذا الطلب وتعنت وصار اصعب من الاول. النتيجه ان هي خلاص مبقتش عاوزه تعيش معاه، فلذلك بعد ما هي وصلت لمرحلة ان هي خلاص عايزه تسيبه ووصلت مرحله الطلاق معاه، بدا هو دلوقتي يعرف قيمتها وعايز يرجع لها تاني ويبعت ناس يمين وشمال والاهل والجيران وكله، لكن بلا جدوى، خلاص وصل لطريق مسدود. لذلك احنا بنقول للازواج انتم اخذتم هذه الزوجات او هذه الزوجات من بيوتهن واخذتموهن بحق الله فعاملوهن بما يرضي الله. الزوجة دي انت اخذتها بميثاق من بيت ابوها، ميثاق الله سبحانه وتعالى وكلمة الله تبارك وتعالى، فانت هنا يجب ان تكون شاكرا وممتنا لهذا الامر لله سبحانه وتعالى وممتن لزوجتك. الامتنان والحمد والشكر في العلاقة الزوجية بيجعلها اكثر حيوية واكثر يعني دفئا، وبعدين البيت اللي هو دايما في الامتنان بتجد ان النعم بتزداد عليه. نعطي مثال بسيط جدا بيقول يعني واتلس، وده احد الناس الكتاب المتميزين جدا، بيقول لنا ان في ناس بترتب امور حياتها ترتيب ضغط جدا، لكن بنجد ان الفقر بيطاردهم. ايه السبب؟ السبب ان
افتقارهم للحمد والامتنان. يعني ما عندوش هو أوه. انا عاوز الفازه دي هنا، عاوز الكرسي ده هنا، عاوز الورقه دي هنا، كل حاجه زي ما بقول بالايه بالمسطره، لكنه دايما بنجد ان هو لا يوفق في بعض الامور اللي بيدخلها، انه دايما عنده مشاكل كثيره جدا بيواجهها في حياته لانه ما عندوش حاله حمد وامتنان. يبقى اذا احنا لازم علينا ان نجعل الحمد والامتنان هو اسلوب في حياتنا، اسلوب احنا بنعيشه دايما. ما نفكر فيه ونثني عليه يتزايد. يعني اي حاجه دايما لو حاجه بسيطه اشكر ربنا عليها في بيتك، اشكر ربنا ان انت قمت من النوم بصحه كويسه جدا، اشكر ربنا ونكون ممتن ان هو اعطاك اولاد اصحاء، اعطاك زوجه برضو يعني واقفه معاك، اعطاك سكن وبيت، اعطاك بس اشكر اشكره، اجعلوا الامتنان والشكر هو عنوان حياتكم، اجعلوه اسلوب للحياه، لئن شكرتم لازيدنكم. دايما القلب الشاكر والممتن لا يرى الا النعم، حتى لو في عنده مشكله ما بيشوفهاش، هو شايف ان في مزيد من النعم هيجيله، في خير هيجيله اكثر واكثر. الحمد لله عباره في غايه يعني الاهميه، لانك يعني بتصف المحمود بصفاته، بتصف الرازق الخافض الرافع، انت بتمسك القابض وترفع الكوبايه الرافع وتنزلها الخافض، كل دي تقول الحمد لله. يعني مثلا الامتنان، الامتنان بيعمل ايه في حياتك؟ بيضبط افكارك او بيجعلها تتوافق مع الطاقات الابداعيه للكون، فتاتي لك او ياتي لك المزيد من الثروات. الامتنان هو الطريق لجلب المزيد من الثروات والخير لحياتك، بتجعل الامور اكثر سعاده واكثر راحه واكثر طمانينه. زي ما احنا بنقول العقل الممتن مطبوع على الافضل. لو احنا جعلنا الشكر، الشكر لكل حاجه حولنا او كل حاجه في حياتنا هي عنوان او هي الاسلوب اللي احنا بنتبعه، اعتقد ان احنا حياتنا هتتغير. الرضا حياه بيعلمنا ازاي ان احنا نشكر. ايوه الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اترحب بحضرتك. مدام منى من كفر الشيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضلي سؤالك لو سمحتي. لو سمحتي يا دكتور، ممكن حضرتك توجه لي دعوه للرجال اللي نايمين في البيت من غير شغل ورامين الهم والحمل على الستات وتحسهم على العمل يا فندم؟ حاضر، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. اولا السؤال ده برضو في غايه الاهميه، برضو مرتبط بالعلاقه الزوجيه في البيت، ان بعض الرجال، ودي على فكره احنا عندنا قصص كثيره جدا في هذا الموضوع، الرجل بيجلس في البيت ويرمي او يعني يحمل المراه العبء، عبء الحياه الزوجيه، فهو يتكاسل عن العمل وبعدين يروح يسيب الست بتاعته وتروح تجيب قروض من البنوك وتجيب قروض من رجال الاعمال ومش عارف ايه، وتجيب حتى في بعض الستات بيجيبوا يعني اموال وبالربا طبعا، وبيقع في مشاكل كثيره جدا يعني، وبعدين تجيب له الحاجه مثلا ويبوظها ويقعد وهو اقلم حياته على الوضع ده. طبعا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، المراه اذا فقدت الامان على طول الطاقه السلبيه هي اللي تكون مسيطره عليها، افكار سلبيه بقى اللي سيطر عليها. المراه بتحتاج انك تشارب انوثتها، الامان، الحب او التقدير، الاهتمام والحب. يبقى انت اول حاجه تشوف الطاقه بتاعتها، تشوف ان هي انثى قدامك جميله رقيقه وتشعرها بهذه الانوثه دايما، يعني تقول لها كلمه حلوه، لطيفه، تجاملها، انت النهارده حلوه، انت جميله، وهكذا. الامان، الامان في المعامله، انك تعاملها وانت بتتكلم معاها تشعر بالامان معاك، ما تكونش خايفه بتتكلم معاك. الامان ليس في الكلمات ولكن الامان المالي، امان السكن، امان الانفاق على البيت. المرأة إذا افتقدت إلى فقدت الأمان أو الشعور بالأمان بتتحول إلى كتلة أو طاقة سلبية بتؤثر على الأولاد وعلى تفكيرها وعلى حياتها الشخصية، وبنجد إن هم يعني زي ما بيقولوا كده بيشيلوا الهم بدري. فإحنا النهاردة العمل شيء أساسي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن داوود نبي نبي الله داوود كان يأكل من عمل يدي، ويقول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. فنسال كل الازواج اللي نايمين في البيوت ومش منتبهين لاعمالهم،
وسايبين الليلة كلها أو الأمور كلها رمينها على الزوجة، هذا أمر غير منطقي ولا يرضى به الله ورسوله. يجب أن نحسن من حياتنا ونطور من حياتنا ونعمل حتى يعني نسعد أنفسنا ونسعد زوجتنا. الامتنان والشكر، الامتنان والشكر في العلاقة الزوجية هو اللي بيجعلها أكثر قوة، هو اللي بيخليها تستمر لمدة أطول. يعني ممكن يعني أديكم مثل بسيط، لو الراجل في البيت عمل شيء بسيط لزوجته ولقى إن هي بتشكره عليه، هو طبعا رد الفعل هيكون إن هو عاوز يعمل أكثر وأكثر. الرجل بيسعد بكلمة من زوجته، كلمة لطيفة، والمرأة أيضا تسعد من زوجها بكلمة لطيفة، كلمة شكر، يعني على أبسط شيء أشكرها عليه، وعلى الزوجة على أبسط شيء تشكر زوجها عليها. العلاقات الطيبة بتؤثر على حياتنا إزاي؟ في دراسة استمرت 75 سنة على 724 فرد في أمريكا. ال 75 سنة يعني الحين حاليا في 60 شخص منهم عايش على قيد الحياة والباقي توفاه الله. هم كانوا بيدرسوا تأثير العلاقات على الصحة وعلى السعادة، فوجدوا أن العلاقات الطيبة بتجعلنا أصحاء وأكثر سعادة، واستنتجوا مجموعة أشياء. هي أن الوحدة قاتلة، الإنسان بطبيعته اجتماعي بيحتاج أن هو يكون في علاقات طيبة مع المجتمع. طب أنت مالكش علاقة طيبة مع أسرتك أو مع زوجتك، يبقى أنت هيكون حالك إيه؟ طبعا يكون وضعك سيء. فوجدوا ان الاشخاص اللي عندهم علاقات طيبه بيسعدوا او بيكونوا سعداء. رقم اثنين، ليس الامر يعني متعلق بكثره الاصدقاء. واحد ممكن يكون عنده 1000 صديق، يعني مثلا 100 صديق او 200 او اكثر او اقل، لكن زي بيقولوا ايه يعني ليس لهم قيمه. الحكمه في حميميه العلاقه، هل مدى علاقتك بالناس دي كويسه او طيبه او قريب منهم ولا لا، هم قريبين منك ولا لا. فهنا اللي بيحصل هنا العلاقه الزوجيه او الزيجات اللي بتكون فيها توتر ويعني تذمر وسخط بيؤثر على صحه هؤلاء. الرقم ثلاثة، العلاقة الطيبة لا تؤثر فقط على أجسامنا ولكن بتؤثر على عقلنا أيضا. الشخص اللي بيكون في علاقات طيبة سواء في داخل الأسرة والناس المحيطين به بيكون عنده ذاكرة قوية وبيقدر، بيقولوش مثلا الزهايمر بقى فبدري، لا بيكون عنده ذاكرة قوية وبيقدر يتعامل مع الناس كويس. عايزين نقول للناس طبقا للأبحاث إن نجاح الفرد 15% على خبرته التقنية فقط لا غير، و85% على تعامله أو صفاته الشخصية، تعامله مع الناس إزاي، بتجامل الناس إزاي، بتتعامل مع الناس بلطف. لذلك يقال اللطف تفتح له جميع الأبواب. قصة لطيفة جدا، ملكة بريطانيا كان حصل بينها وبين زوجها خلاف، فدخل هو الأمير حجرته وقفل الباب، فهي فاضت تخبط على الباب فبيقول مين، فقالت له أنا ملكة بريطانيا، فلم يفتح الباب، فضل زعلان منها. فجت له تاني وطرقت الباب فبيقول من، قالت له أنا زوجتك، فطبعا هنا فتح لها الباب والقصة انتهت. يبقى اللطف تفتح له كل الأبواب. في عندنا زي ما أنا قلت لكم قبل كده، إذا أردت أن تحيا حياة طيبة وحياة سعيدة فعلا يجب يعني تتشبع بالرضا وتتشبع بالامتنان، وحاجة كمان انك تفعل الخير او العطاء. العطاء سمة عظيمة جدا من سمات الحياة، الكون بيحب انك تعطي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك. صديق ليا في احد البلاد العربية تقابلت معاه بيحكي لي، كنا بنتحدث في هذا الموضوع فحكى لي قصة من خاصة بي. بيقول لي أنا كنت زوجتي من أستونيا وكانش لهم سفارة في بلدنا، فكنت بضطر أن أروح تركيا وبعدين أخد يعني من بلد تركيا وبعد كده أخد طيارة ثالثة في الذهاب والعودة، يعني تخيل ذهاب والعودة. فكان بيقول بروح صباحا بعد الفجر وآجي بالليل خالص. بيقول لي ظللت في هذا الموضوع يعني أكثر من 3 سنوات، 3 سنوات رايح جاي.
والمشكله مش عارف احلها، مش عارف اوثق العقد. المهم مع الوقت في يوم من الايام هو رايح السفاره، فطلع من السفاره فلقى واحد سوداني، قال له انت عربي؟ قال له ايوه. قال له ايوه. قال له طب انا بس ايه يعني معيش فلوس للاسف، وعاوز اخد مواصله اروح لقرايبي عشان اروح استونيا. فقال له طيب خلاص يكفيك كام؟ فطلع له يعني 50 دولار، يعني يركب تاكسي او مواصله ويروح لقرايبه. ف وبيقول اعطاه رقم تليفونه. بعدها ب3 اشهر رحت انا استونيا، رحت استونيا. ولما راح استونيا هنحكي لكم بخيط القصه ان شاء الله الحلقه القادمه. لكن انا في نهايه هذه الحلقه في الحقيقه بحب اوجه الشكر والتقدير والتحيه لوكاله جوميديا على اظهار ونجاح هذا البرنامج بهذه الصوره الطيبه، واخص بالشكر للاستاذ محمد رمضان رئيس مجلس اداره وكاله جوميديا، وايضا بشكر الاستاذ تامر عبد المجيد، وبشكر استاذنا الجميل الاستاذ محمد المالكي من قناه الصحه والجمال. اتمنى ان شاء الله ان برنامج رضا حياه يكون فيه النفع والخير لكم، وان نجعل الرضا هو اسلوب لحياتنا نعيش بيه مع الناس ونعيش بيه مع انفسنا حتى نرتقي ونحقق كل ما نحب ونرغب في حياتنا. الرضا حياه هو اسلوب حياه لحياه جديده بنعيشها بكل معاني المودة والمحبة والعطاء والامتنان لواهب النعم. اجعلوا الامتنان لواهب النعم والامتنان اسلوب لحياتكم، ايضا تكونوا ممتنين لزوجاتكم وممتنين لحياتكم وممتنين للخالق على ما انعم به عليكم. القاكم على خير ان شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الرضا حياة.